جمعية الأمم العادلة من أجل أطفال التوحد كتحتفل بنهاية السنة 2019-2020 واحتفال بسنة 2022 إن شاء الله الجديدة. كنتمنى ودخل إن شاء الله على الوليدات ديالنا داخل الجمعية إن شاء الله بمزيد من الازدهار ومزيد من العطاء. وكنحيي بدوري كل الإطار اللي كيشتغل داخل المؤسسة ديالنا، مربيات، إداريين، أي واحد من بعيد أو من قريب، إداريين مؤسسة التعاون الوطني، مؤسسة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي تاهما كيساهموا في أن الجمعية ديالنا تزيد تطور وتزيد تزدهر إن شاء الله. والعطاء لكل الوليدات بدرجة كبرى وقدروا نحقوا نجاح كبير. ومجموعة ديال الأطفال إن شاء الله السنة الجاية اللي كنطمحوا إن شاء الله أن الجمعية توصل بزاف ديال الوليدات يكونوا داخل المدارس إن شاء الله. شكرا. معكم عز الدين يونس، رئيس جمعيات أصدقاء الشلالات للأعمال الاجتماعية. جينا اليوم فرحانين مع هاد الوليدات في هذا النهار المبارك لجمعيات الأم المناضلة للتوحد. وكنشكروا جميع الإخوان وجميع الأطر التربوية اللي سهرانين على هذا الحفل، وعلى رأسهم السي عز الدين رئيس جمعيات الأم المناضلة للتوحد. وكنشكروا جريدة المغرب الحر على المواكبة ديالها. وكنشكروا جميع الإخوان اللي سهرانين على هذه المبادرة. السلام عليكم، عزيز الحمادي رئيس جمعية أم المناضلة من أجل التوحد. كنهنئ الناس في جميع المناسبات حول السنة الجديدة 2022، وكنهنئ جميع المربيات والأطر والأعضاء كاع الناس اللي ساهموا وساعدوا ودخلوا الفرح لهاد الوليدات في القلوب ديالهم. واليوم بهذه المناسبة استغلينا وكان معنا الكوتش سعاد بن حسن كتوري الوليدات كيفاش شنو الطريقه ديال شنو هو الكلون، شنو هي الحفله، شنو هي المناسبه. يعني الحمد لله كاين واحد يعني اضافه للوليدات في الحياه ديالهم، وسنه سعيده للجميع. وكنشكر من هذا المنبر جميع الناس وخصوصا المربيات، وبزاف كنصفق لهم بحراره من هذا المنبر على المعامله اللي كيتعاملوا مع الوليدات والنتيجه اللي وصلوا لها الوليدات. وشكرا بزاف.